اعتبر مصطفى بيتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار انحناء سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أثناء سلامه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها إهانة كبيرة للمغرب. وقال عضو الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن انحناء رئيس الحكومة أثناء سلامه على بوتين مبالغ فيها وتعد إهانة كبيرة المغربي. وأضاف بيتاس أن دستور 2011 الذي يعد باكورة نضالات جيل بأكمله أقر مؤسسة رئيس الحكومة، لكن للأسف لم تجد إلى الآن من يجسدها بكل صلاحياتها ووزنها وحدودها. وأيضا سهام الانتقادات من المغاربة طالت رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني بسبب ما وصفها البعض بالفرحة المبالغ فيها التي بدت واضحة على محياه وهو يصافح الرئيس الروسي. ويرى البعض أن العثمانية لم يتخلى عن الطقوس المخزنية عند مصافحة بوتين في إشارة للبروتوكولات التي يعتمدها القصر الملكي المغربي عند مصافحة عامة الشعب للملكي.